القسيس عندي سؤالين، هو كان سؤال بس على الأخت الانتصار لما حكت تذكرت شغلة بعدين راح أسألها فيها شيء ثاني. الشيء الأول، أنت بتعرف قبل فترة صليت لوالدتي. المشكلة أنت بتعرف إنه هي زمان كانت تعطي فلوس للذبايح، حكيت لك مرة نعم مشان تقديس وكذا، فهي سلسلة في العائلة يعني من طرف أمي. المشكلة إنه لغاية اليوم رغم إنه صليت لها بالصدفة قالت يعني شغلة، قالت إيه يعني خايفة لازم أعطيه فلوس. قلت لها ما وصل لك القسيس وسام وكذا، فأنا شوية محتارة من هالناحية إنه هي بتعطي كل سنة للقديسة وعندها خوف، فأنا عاوز إنه عاوز أعمل شيء يعني صح، مش عاوز أعمل شيء غلط. عشان كده عاوز أسألك إنه كيف أفصل هذا الشيء أو أقنعها هي بالذات إنها ما تعطي. أنا قلت لها لو أنت عاوزة تعطي لا تعطي باسم قديس، لكن أعطي للفقراء الناس المحتاجة، تبرعي أو ارسليها لأي شخص. فكيف الأفضل أتصرف؟ طبعا، طبعا هو أو الأفضل. يعني مش راح تنفع الصلاة بهذا الموضوع، لأنه ماما إنسانة كبيرة بالعمر، والإنسان لما يكون كبير بالعمر ما يكون سهل إنه يقتنع باللي أنت، خصوصا لو كان متعود على طريقة معينة وهي الطريقة كانت متوارثة من العائلة، فكيف راح يغير هذا الأسلوب أو هذه الطريقة؟ اللي تعمليه إنه أنت تقفين بالثغر، تغلقين الباب، طلبت من بينهم رجل يقف في الثغرة لكي لا أخرب هذه المدينة. فلما تقفي أنت بالثغر أمام الرب لأجل ماما، أي ضرر ممكن يجي نتيجة هذا الموضوع، هذا يعتبر نوع من الساكرفايس. يعني هي بتعطي حتى يحصل تضحية أو ضحية، هو نفس اللي أنا حكيت عنه اللي هو مذبح الشاة. فلما تقفي أنت بالثغرة كبنت للرب، الرب راح ينظر إليك، راح تختفي ماما من الصورة، راح اشوفك انت، راح اشوف صلاتك، راح اشوف تشفعك، راح اشوف قلبك. فاي شيء ممكن يضر ماما نتيجه هذا العمل راح يتوقف. ثاني خطوه، لابد من وجود شخص مصدر ثقه لماما يتغير اولا. يعني لازم في حدا اكبر يشوف هذا الانسان او الذكريه، فلان كان يعطي، شو صارت النتيجه؟ تعبان، عنده مشكلة، فلان كان يعطي. بعض الأوقات الكلام لازم يكون فيه روح القوة، لأنه برهان القوة والروح مهم في هذا النوع من الأشياء. فتقفي في الثورة وتتكلمي مع أشخاص، ما تكوني لوحدك، لازم يكون أكو رأيين ثلاثة يأثرون على ماما حتى تقتنع. من خلال كلمة الرب والمسحة راح تقتنع، راح توقف آخر شيء. وممكن قولي لها خليها يكون مجرى هذه الفلوس من خلالنا إحنا، ممكن تعطيها إلك، لأن أنا بدي أعطيها باسمك. تقدر أنت تتصرفين بحكمة، تعطيها كنيسة، تعطيها الفقراء، تعطيها إخوة الرب، مثل ما أنت يقودك روح الرب. خذي منها الأمور المادية وأنت تصرفي فيها إذا تقدرين طبعا. آمين ربي يساعدني. طيب أكيد السؤال الثاني نعم اللي حكت عليه الأخت انتصار،